أخيرا كانون أعلنت عن العدسة RF 1020L، أكتر عدسة وايد من كانون، خفيفة، حجمها صغير، شارب، ريكتي لينير، وكمان فيها إيميج ستابلايزر. أنا عصام عرفة، أنا مصور متخصص في التصوير المعماري، والتصوير المعماري اللي معرفوش هو التصوير المتخصص بتصوير المباني سواء داخليا أو خارجيا. أنا كنت مهندس معماري، كان عندي شغف في التصوير من زمان كهواية من قبل ما أكون متخصص في التصوير المعماري. كنت بصور لاندسكيب، بصور أماكن تاريخية. مؤخرا عرفت بقالي 4-5 سنين أميكس الشغف بتاع التصوير بتاعي بالباك جراوند الهندسي اللي عندي، وبدأت إن أنا أصور تصوير الأركتكشر والإنتيرير في مصر. التصوير المعماري بيختلف شوية عن بقية أنواع التصوير، لأن احنا بنحتاج إن احنا نبين المكان اللي احنا فيه عن طريق صور ثابتة توصل لنا الإحساس بتاع المصمم دوت كان عامل إزاي. فبنعتمد دايما الصور بتكون شارب، بنصور دايما عادة على ترايبود عشان الكادر بياخد وقت عشان احنا نختاره، مش زي مثلا تصوير الأفراح أو الإيفنتس بنصور صور كتير ونختار منها، لا، هي ممكن الصورة نقعد فيها مثلا ربع ساعة عشان نطلع صورة واحدة. دايما في الشنطة عندي كان فيه العدسة 1124 EF، دي العدسة المين عندي في أي حاجة ألترا وايد محتاجة في التصوير. العدسة دي معايا بقالها أكتر من 3 سنين، عدسة ممتازة جدا، الشاربنس بتاعتها عظيمة. وأخيرا بعد طول انتظار كانون نزلت نسخة RF اللي هي RF 1020. أنا جربت العدسة دي، هي جات لي من كانون، بقالها معايا أكتر من 2 أسبوع. أنا في العادي مش بستخدم الألترا وايد على طول، بس في الوقت اللي انت محتاج فيه عدسه تكون الترا واي مش هتلاقي حل بديل. ال11 كانت بتسعفني في معظم الحالات، نادرا ما فصلت المكان وعايز حاجه وايد اكتر من 11، بس الصراحه لما جت ال10 لقيت ان لا، في خطوه زياده ممكن اخدها. الميلي ده فارق كتير جدا، العدسه الكواليتي بتاعتها ثوره في مجال العدسات الالترا وايد. الصراحه اول مره اشوف 10 على فول فريم وتكون مش فيش اي. اهم حاجه في العدسات الوايد ان هي ما ينفعش تكون فيش اي، لا، لازم تكون عدسات ريكتي لينير، خطوطها كلها مظبوطه، التهريف فيها محدود جدا. الشاربنس والالوان، الالوان طالعه مور ذان بيرفكت. العدسه خفيفه، وده نتيجه ان هم استخدموا سيستم الاس تي ام مش اليو اس ام اللي هو كان معروف دايما كانوا بيستخدموه في العدسات بتاعتها. دي اول عدسه تكون ال سيريس وفيها نظام الفوكس اس تي ام، الفوكس بتاعها سريع جدا. لو هنتكلم عن بيلت كواليتي، طبعا هي كال سيريس لينس فهي جايه ويذر سيلد، واللينس بيجي معاها في بيلت ان هود موجود ثابت، وده بيحمي عشان العدسه دي محدبه شويه بارزه عن السطح، هي مش عدسه فلات، ولكن انت ممكن برضو في الجزء الخلفي بتاعها في مكانك تركب الان دي فلتر لو عايز تستخدمه. في كذا زرار للتحكم في العدسه، في عندك الاوتو فوكس والمانيوال فوكس الزرار بتاعها، في زرار الاستابلايزر لو عايز تقفله او تفتحه، وفي زرار الكاستم بوتن، وده بيديك تحكم انك توصل عن طريق منيو الكاميرا لاكثر من 50 اوبشن ممكن تختار منها اللي يناسبك في الفانكشن بتاعت الزرار دوت. الرينجز اللي موجوده في 3، اول رينج موجود هو الرينج بتاع الزوم، بعد كده في الرينج بتاع الفوكس وهو سموث جدا، الحركه بتاعته يعني بصباع واحد تعرف تحركها بسهوله جدا. والرينج التالت هو الرينج الكاستم رينج اللي موجود في كل عدسات الار اف، وده بيخليك تتحكم في اكتر من 20 كاستم فانكشن موجوده. انا شخصيا لقيت ان افضل حاجه بالنسبه لي كانت الوايت بالانس، ان انا اقدر اتحكم في الكلفن بتاع درجه اللون عن طريق ان انا الف الرينج بسهوله وفيجوالي يبقى شايف الامباكت بتاعها على الصوره. الوزن الخفيف مع الاي اس اللي في العدسه بيخليك تعرف تصور هاند هيلد في اماكن اضاءه فيها مش قويه، بيديك 5 ستوبس، ومع الار 5 مثلا في امبادي استابلايزيشن ممكن توصل 6 ستوبس، فانت فعليا اكن معاك ترايبود وانت بتصور. لا انا يعني صورت بيها صور لمده نص ثانيه والصوره طالعه شارب جدا يعني.
فانا شايف ان ده انفستمنت ممتاز لاي حد بيصور لاندسكيب، اي حد بيصور اركتكتشر، اي حد بيحب يصور مباني تاريخيه حتى لو مش متخصص في تصوير اركتكتشر. الجميل دلوقتي ان العدسه الار اف في 10-20 هتكون نازله بسعر اقل من العدسه اللي قبليها الاي اف في 11-24، وهتكون فيها فوكال لينس اوسع، وهيكون فيها ايم ستابلايزيشن وحجمها اقل. ده يعني شابور كانون. بكل الفيتشرز دي، ده هيخلي ان العدسه دي تكون العدسه المين بتاعتي في الشنطه عندي كوايد انجل لينس.